يكسروا 4500 مظبوط، والباقي نحسبون. ها تعا تعا لحظة إذا تريد لو سمحت. لك شو عم تعمل؟ خربت لي الدنيا، خربت لي حساباتي. يعني لحظة، ما خربت شيء أنت الثاني، ليش بصلتك محروقة؟ ليش بتعمل من الحبة قبة يا روحي؟ كل ما هنالك بدنا نجرب هالعصارة الزبون. شو صار؟ خربت الدنيا؟ لكن ماشي، أنا بالإذن. الله معك، مع السلامة يا أخي، مع السلامة. هات الجزرات. هات. شايف شلون اخذت الجزرات مثل الهواء؟ يمين الله بتطحن الصخر وبتكسر الحجار. فعلا جبارة. طبعا شرب شرب. طبعا جبارة. لك هي اخر منتجات الحضارة. صحيح العصارة شغل الصين، بس المنشأ ياباني. شوف ها، ميد ان، ميد ان. ما بعرف، مو باين، بس على كفالتي. ها خلاص اخي، اشترينا. لك انتظرني برا، يلا لاحق. جار جيب كاسة كبيرة لحقني لبرا. لا تنسى كاسة كبيرة. يا جاري حمودة، حمودة يا جاري. اللهم لا يسألك رد القضاء وللوصف فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. في السرعة هي، يعني برأيك ظريفة هالمكواية؟ ظريفة كتير. هي 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 مكواية أوتوماتيك، بتطالع الكوي مثل الورق، مثل المراية. تفضلي تفضلي معي إذا بتريد. تعي تعي تعي. لك شو عم تعمل يا مجنون؟ شو عم بعمل يعني؟ بدي أجرب المكواية المخلوقة، ما بحرق لك يا. شكي لي بريز، شكي. لك اطلع لبرا أحسن ما يطلع لي عليك. أخي لا تخاف لا تخاف، شو بك جار؟ بنحسب فاتورة كهرباء تلت بتلتين منيحك. لك يا عمي اطلع على برا يا عمي، شو دبها؟ لا خلصني. هذا جاري عصبي كثير وأنا بحب عصبيته، ويقبشني ويقبشني. بحب عصبيته؟ أنت تهنى فيه. لكن وبهيك جار، ما عاد بدي مكوايتك، مساك. هيك يا جار، هيك طيرت البيعة من ايدي. الله يصلحك، الله يسامحك، ما بقدر اقول غير هيك. بعدين تعال اقول لك يا عبد الحميد، شو دين هالدواء اللي عطيتني اياه امبارح؟ العمى شي بيقشعر البدن. وليش بقى؟ اسمع التأثيرات الجانبية تبعه. شو شو اسمع؟ اغتياب، دوار، دوخة، غثيان، شعور بطرقة، حزقة، نزوف دموية، طفح جلدي، توهج وجنتين، خفقان بالقلب، العمى. شو بدك تجيب لي آخرتي أنت يا عبد الحميد؟ ولك يا عمي أنا لحظة، لسه ما خلصت. اضطرابات رؤية، رعشة بالأطراف، تنميل، شعور بالخدر، زغللة نظر، ضيق تنفس، طنين بالآذان، حكة شرجية. ايش هو ناقصني انا؟ ناقصني كل هالمشاكل. فظاعة. شو لئيم والله انت، لئيم يعني عدم مؤاخذة. ولك يا عمي مو انا اللي مصنع الدواء، يلي مصنعه شركة اجنبية سويسرية. بعدين مو ضروري تحصل معك الشغلات هيك، بس للاطمئنان. لك انا اطمئنان؟ هاد كنت رح تروحني بليلة ما فيها ضوء قمر ولسه بتقلي اطمئنان دكتور؟ أنا كل اللي طلبته منك دواء لوجع الظهر، بسيطة. الله يسامحك، الله يعفو عنك. طيب أنت أخذت منه حبة ولا ما أخذت؟ بعد كل هالبلاوي الزرقاء وبدك ياني أخذ؟ لا سيدي ما أخذت، الله يسامحك ويحسن إليك. لك شو عامل لك يا ربي؟ شو عامل لك حتى تعمل معي هيك؟ شو عامل لك؟ دخيلك لحظة. هذا السشوار اللي بإيدك قوي كتير وما بيحمى. تع تع تعال أجرب لك يا جار. بتسمحنا نجرب هالسشوار لهزبون؟ لك شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ العمى مجنون مهسر، ركبناه ورانا على الجحش، بدي يدعي خرج. لا يا عبد الحميد لا، رح أزعل منك هيك. مين الجحش؟ أنا أخي، أنا الجحش. وها ها ها ها، عجبك هيك؟ خذ أخي، شو من بهالشغلة؟
الخرزة شو عملنا له؟